يعني هو بمجرد حضور السيد مقتدى الصدر يعني إلى بغداد، هو يعتبر بحد ذاته هذا هو الإنجاز الوحيد، الإنجاز المهم بصراحة، بعد قطيعة طويلة، بعد مشاكل، بعد صدام إعلامي، سوشيال ميديا إلى آخره من الأمور يعني. وهذه الخطوة كانت بصراحة رفعت كثيرا من مستوى السيد مقتدى الصدر أمام جميع القوى السياسية والطيف السياسي، على اعتبار أنه صاحب الكتلة الفائزة الأولى في البرلمان، وبالتالي يعني ذهب باتجاه يعني لينهي فكرة أو الرؤية التي روجت أخيرا بأن احتمالية الصدام الشيعي الشيعي والحرب الأهلية في جغرافيا الجنوب والوسط قد تكون قادمة لا محال لها. بصراحة هذا موضوع مهم، فهو الرجل السيد مقتدى الصدر بادر بنفسه وتعنى وجاء من النجف إلى لقاء القوى الإطار التنسيقي، وحدث هذا الاجتماع. هنالك الاجتماع ترك الباب مفتوحا للكثير من التأويلات، الكثير يتحدث أنه يمتلك معلومات، لكن بصراحة المعلومات كلها متناقضة نوعا ما، متضاربة، بعيدا عن لغة الجسد التي نتحدث بها، لأن بالنهاية الصورة والكاميرا، لا تنسى أن السيد المالكي لديه جمهور والسيد مقتدى الصدر لديه جمهور، فمن غير المنطقي أن تحاول إحدى الشخصيتين أن ربما يعني يتحدثوا بطريقة مختلفة أو مغايرة عن ما يطرحوه لجمهورهم، يعني خاصة فيما يخص على الأقل بين مزدوجين حكومة الأغلبية الوطنية. الحديث كان بالأساس في بداية الأمر هو رفض الرئاسات الثلاث، هذه قصة جدا مهمة. السيد برهم صالح أصبح من الماضي، هذه معلومة وليس كلام تحليلي. السيد مصطفى الكاظمي أيضا كان هو حجر النقاش في هذه القصة.